الفترة الأخيرة وفي ظل استخدام الأطفال لشبكة الإنترنت، تم رصد حالات مختلفة حول المشاكل التي من الممكن أن يواجهونها، ونتيجة لذلك تم إنشاء جمعية للعمل على توعية وحماية الأطفال من بعض الهجمات والمشاكل التي من الممكن أن يتعرضون لها، وللمساهمة أيضا في بناء جيل مثقف سبرانيا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني ويشرفني أن ينضم لي نايف المنصور، أحد سفراء جمعية سايبر. أهلا وسهلا نايف، ومنورنا في ساعة شباب. يا هلا فيكم وأبا فيكم، أنا سعيد جدا أنا معكم اليوم. ونحن أسعد يا نايف، بس في البداية حابين ناخذ منك تعريف بسيط عن الأمن السبراني كما تعلمته. الأمن السبراني هو حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة وتغييرها أو تدمرها أو تستغلها. ما شاء الله تبارك الله يا نايف، يعني أنا مبسوطة فيك كثير، ومو كثير يعني من اللي بعمرك يفهموا في الأمن السبراني ومطلعين ومثقفين نفسهم حول هذا الموضوع. فأبغى أعرف صراحة، مين اللي شجعك أنك تدخل وتتعرف أكثر على مجال الأمن السبراني؟ أمي كانت لها الفضل دائما تدعمني وتشجعني ومؤمنة في مواهبي. الله يسعدها يا رب ويخليها لك إن شاء الله. طب حابين نعرف منك يا نايف، إيش أهم النقاط اللي تعلمتها فيما يخص الأمن السبراني من خلال الجمعية؟ ألو؟ أيوة هلا نايف، تسمعني؟ أيوة أسمعك. طب أبغى أعرف منك أهم النقاط اللي تعلمتها من الجمعية. تعلمت جسم أن يحمي نفسي وأحمي أصدقائي وأحمي أهلي وأحمي أقربائي والجسم والاجتماعات والدوات اللي تقدمها بعد ما مثلا أدخلها وبعدها أبنيها، أنشر الفائدة في مع عائلتي مع أصدقائي مع أقربائي. طب شلون يعني نايف، علمني شلون تحميهم ومن ايش تحميهم؟ ايش اللي صار لك وخلاك تفكر في هذا الموضوع؟ زي ايش يعني؟ اعطيني امثلة شلون تحميهم. احميهم مثلا نصائحي اللي كان لهم مثلا شو اسمه مثلا في التطبيقات الاجتماعية، مثلا بعض الناس يدخلون مثلا روابط أشجعتهم مواقع يدخلونها، بعدها مثلا قال لي يا نايف مثلا هذا الموقع أدخله أو لا، أقوله لا تدخل هذا الموقع، هذا ممكن غير آمن ويمكن يهكرك. ما شاء الله تبارك الله. طب كيف تعرف يا نايف أن هذا الموقع غير آمن؟ أي آمن عشان كان في خاصية يقول لك على أنتم جسم الاتصال بهذا الموقع غير آمن أو آمن. ما شاء الله تبارك الله. طب إيش أبرز الأخطاء اللي ممكن يقعوا فيها اللي بعمرك والشباب في نفس الوقت، يكونوا مصيدة لهم؟ ممكن مثلا مناسبة مثلا للألعاب، ممكن جسمه مثلا يدخلون ألعاب مثلا بكل شيء، تنجت الرسالة مثلا من شخص قال له ادخل على هذا الموقع ممكن تربح حاجة كذا، تدخل صح الموقع ممكن يهكرك. اي هذه من خلال الالعاب صح؟ ايه ممكن يصير كذا. وش بعد؟ مثلا في المواقع الاجتماعية، موقع اجتماعي جاتك مثلا رسالة، جاء صديقي مثلا رسالة قال ادخل هذا الموقع تربح كذا، خلاص شو اسمه دخل ذا الموقع، لا شو اسمه اخذ كل معلوماته واستغله، وبعد الشخص يسوي نفسك صديقي، بعد مثلا يراسل لي مثلا عطني فلوس، ويرسل كل اصدقائي عطني كذا الفلوس. وممكن كمان يعني يهكر جوالك ويسحب كل الداتا الموجوده في الجوال صح؟ ايوه. طب ايش ابرز طرق يعني التصدي الالكتروني وكيف نبلغ؟ طب لو جاتنا مثل هذه الرسائل لا سمح الله او الروابط، كيف نبلغ يا نايف؟
في مثلا هذا الموقع دخلت عليه عادي، مثلا هذا اتصالك هذا الموقع غير آمن، ممكن على طول تبلغ عليه، أو هو مثلا موقع مشهور تبلغ عليه. فين نبلغ طيب؟ في الموقع نفسه شو اسمه بس زر إبلاغ. ايه صح. طيب كونك يعني ما شاء الله تبارك الله مهتم مرة بالأمن السيبراني ودخلت في عدد من التجارب، فبعرف إيش أكثر الأمور اللي بتحاول إنك تفيد بيها غيرك؟ أفيد بها غيري مثلا شو اسمه مثلا حساباتهم اللي مثلا في التطبيقات يجعلونها برايفت خاصة، فمثلا ممكن نسبة كبيرة إذا كان معها حساب برايفت ممكن أن يكون يتهكر نسبة كبيرة، مثلا الشاتنج الدردشة مثلا عشان ده شيء يغلقها، ممكن يجي أشياء شو اسمه روابط أشياء تهكرك. يعني ما شاء الله تبارك الله عليك. نايف كم عمرك؟ 10 سنين. العمر كله يا رب، 10 سنين ومهتم بالأمن السيبراني ومطلع وبتفيد غيرك. طب هل ممكن في المستقبل نشوفك تتخصص في الأمن السيبراني، يعني كونك مهتم بهذا المجال وتنصح كل الأطفال اللي بسنك أنهم يتخصصوا فيه ويثقفوا نفسهم فيه؟ ايوه ممكن، باذن الله ممكن اكون عندهم كرائد. ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله نشوفك أصغر رائد يا نايف. وهل في المستقبل راح تتخصص بعد الثانوية؟ راح تتخصص في الأمن السيبراني؟ يعني لسه ما شاء الله تبارك الله سنة خامس صحيح؟ ايوه ما شاء الله تبارك الله، يعطيك ألف عافية نايف، ونورتنا وشرفتنا، وأنا أتمنى صراحة إني أشوف كوادر من الأطفال، ما هقول الشباب، اللي بسنك في هذا المجال ومثقفين نفسهم في هذا المجال، ويمكن رسالة للأهالي أنهم يثقفوا أطفالهم أكثر في هذا المجال. شكرا لك يا نايف، يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، شكرا لكم. ما شاء الله تبارك الله، يعني صراحة أنا شخصيا أفرح وأنبسط لما أشوف أطفال بهذا العمر وما شاء الله بهذا التفكير والخيال والإبداع والثقافة، أقول فعلا لسه في أطفال، لأن من اللي كنا نشوفهم في السوشيال ميديا نقول ما عاد صار في أطفال، ولكن واضح أن أهل نايف تعبانين عليه كثير ومهتمين فيه كثير، وهذه رسالة يعني أقدمها لكل الأهالي أنهم يهتموا أكثر بثقافة أطفالهم خصوصا من سن صغيرة. ونحن أكيد مكملين معاكم، عندنا بعد الفاصل ندى حنبزازة، فتاة طموحة تكسر احتكار الرجال لتفاصيل السيارات.